ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن وحملها بقصد الحماية من المشاكل أو كسب مودة إنسان؟ هذا لا يجوز، أصح قولي العلماء، لا يجوز أن يكتب القرآن على شكل حجب وحروز وتعلق على الأشخاص، لأن القرآن لم ينزل لهذا، وإنما الذي ورد أن القرآن يقرأ على المصاب وعلى المريض، أما أنه يكتب على شكل حروز على شكل حجب وتعلق على الشخص حتى لو لم يكن به بأس، لكن خشية أن يصيبه شيء، هذا لا يجوز في أصح قولي العلماء، لأن هذا لا دليل عليه، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن، ووسيلة إلى أن يكتب غير القرآن من التعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة، فإذا فتح هذا الباب فإنه لا يقتصر على كتابة القرآن، وإنما تكتب الأمور المحذورة والشركية كما هو الواقع عند كثير من الجهال والمخرفين، فلا يفتح هذا الباب وينبغي إقفاله وصيانة كتاب الله عن هذا التعامل. الله أعلم.